السلام الله عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة دنيا المعلومة. ما يلي يعتبر الخواص بالنسبة للمستطيلات؟ سنعطيك خواص طبعا المستطيلات من خلال هذا الفيديو. ندعوكم الاشتراك بالقناة، الإعجاب بالفيديو دعما لنا لتقديم المزيد. والإجابة طبعا لهذه الخواص هي كالآتي: قطر المستطيل متساوي في الطول، قطر المستطيل يصنف كل منهما للآخر، كذلك كل ضلعين متقابلين في المستطيل يكونان متوازيان، كل ضلعين متقابلين في المستطيل متساويان في الطول. المستطيل هو أحد أشكال التوازي الأضلاع أو متوازي الأضلاع، إلا أن زواياه تكون قائمة.